انا بقول ايه؟ ان انت حضرتك بعد ما خلصت محاوله اكتوبر دخلت محاوله مارس، هل حصل لك سوري ديسمبر، هل حصل لك امبروفمنت؟ لو حصل لك امبروفمنت زدت بتاع 40 50 درجه، يبقى انا كده كنت ماشي في الطريق الصحيح. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا افضل استمر في الطريق ده مع ثلاث حاجات اضافيه. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ بيعملهم اي طالب، اللي زاد واللي ما زادش، اللي ما زادش عشان يزيد، اللي زاد عشان يزيد اكتر. اوكي، نمره واحد هي القرايه المستمر، ان حضرتك تفضل تقرا باستمرار، حته القرايه دي ما بتوقفهاش ابدا. تمام، اقرا منين يا مستر؟ زي ما بعت لك كده انا مقاله وعليها كلمات، ده عشان اسهل لك. لكن هل انت مستني المستر يبعت المقاله وعليها الكلمات؟ لا، اعمل انت كده، هات ارتكل وطلع الكلمات اللي عليها من خلال قرايتك واحفظها، لكن كلمات فرد ممنوع. اوكي حبايبي. طيب تاني حاجه، تاني حاجه عشان اتصل بالمستر واقول له ايوه يا مستر انا عايز ادخل الجروب الادفانس، لازم اكون انا كمان كطالب مذاكر كل البيزكس اللي فاتت، البيزكس اللي ده لي مستر نشأت او اللي ده لي اي مستر تاني، في نهايه البيزكس معايا، فاقول لمستر نشأت او اي مستر دخلني يا مستر في الادفانس. لكن خلال حصص الادفانس اللي فاتت لاحظت حاجه غريبه، ان الطالب جاي فيه بديهيات هو مش عارفها، دي مشكله كبيره. طيب هل اعمل ايه بقى للطالب بقى؟ ابكته اقول له ليه يا ابني مش عارف البديهيات دي واقعد بقى ابكت فيه؟ لا، عملنا ايه؟ كنا بنراجع على الجرامر حته حته. طب لما بحس ان الطالب فيه درس معين واقع ببعت لك الدرس والشيت، اقعد ذاكر، بتذاكره. طيب الريدنج برضه بنبعت الريدنج بالشيت، الداتا اناليسز بنبعت الداتا اناليسز بالشيت، بنشرح بنراجع كل حاجه، بس التفاصيل ببعتها لك خد ذاكرها تاني تاني. اوكي؟ ليه؟ علشان لما نيجي النهارده واحنا بنحل واحنا بنعمل فاينل ريفيجن بتشتغل مستر السؤال ده انا ما اعرفوش. طب نفترض انها حصلت مثلا، يا مستر السؤال ده انا مش كويس فيه، هتلاقيني ببعت لك الريدنج الشرح بالكامل هديه مني لحضرتك، حلو؟ فيديوز وشيتس، تقعد حضرتك يا فندم تذاكره، تذاكره كانك جريد 10، لسه عندك الوقت. اوكي؟ اطحن نفسك، اخلص. ولا انت مستني محاوله شهر مارس؟ ولا مستني محاوله شهر مايو؟ محاوله شهر مايو دي هتبقى في رمضان، هيبقى فيها شهر رمضان محاوله في الفاستاكونيا. اوكي؟ وشهر 7 احنا مش فاضيين بقى، هندخل لجامعه ولا هنقعد لسه نقدم ونستنى توثيق وحوارات؟ هتفوتنا مقاعد، فخلينا نخلص في شهر 1. حلو ده؟ طيب احنا كنا امبارح في اخر سيشن في الريفيجن بتاعتنا غير الفاينل ريفيجن بتاعت النهارده، كنا مسكنا الريدنج قعدنا حلينا عليه شويه، حلينا باسجز فيها شويه افكار، لان الباسجز دي زي ما اتفقنا الثلاثه بتوع امبارح منهم واحده هنحلها النهارده، هي فيها افكار باسجز حوارتجيه شويه، مش على حسب المعتاد زي ما كنا بنحل الباسج نمسكها دب 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 نديها على عينها. من ضمن الباسجز دي الباسج اللي ورايا اللي انا قلت لكم عليها وقلت لكم حلوه، مين حلها يا اولاد؟ ها انا حبيتها يا مستر، انت حليتها؟ حسيت بايه وانت بتحلها؟ حسيت بالغباء. لا حسيت عادي عادي يا مستر، باسج زي اللي احنا كنا بنحلها يعني، ولا حسيت ان في حاجه مختلفه؟ حسيت ان في اسئله غريبه شويه؟ لا هي أسئلة عادية، بس هي الباسج نفسها مش يعني مش سهل إن هي تقراها أفهمها على مش طول يعني. طيب تعالوا بقى نبص مع بعض يا اولاد في الباسج الجميله دي. هنا احنا اتفقنا يا اولاد لما بنيجي نحل الباسج، لما بنيجي بنحل الريدنج بنعمل ايه؟ هل بنقرا الباسج؟ انا بقول لك يا ريت، يا ريت لو نعرف نقرا الباسج كلها، لكن الواقع بيقول ان احنا ما عندناش وقت وما عندناش طاقه، لان عندنا بعد الريدنج عندنا رايتنج، عندنا ماث، ماث وماث تاني حوار. لكن لا شك ان انت حضرتك لازم تقرا ايه؟ لازم تقرا البلر. البلرب هنا بتقول لك the following edited message اللي هي المسج الحلوه دي is taken from، متاخده من ايه؟ متاخده من مقاله او من موضوع اسمه history of Egypt. تشالديا اللي هي الدوله الكلدانيه، ما علينا يعني. سوريا، بابلونيا اللي هي بابل. اسيريا اللي هي اشور. قال لك in the light of recent discovery، يعني في ضوء الاكتشافات الحديثه. حلو، بس هو مينلي هيتكلم عن ايه يا اولاد؟ هيتكلم عن ايجيبت، بقيه المواضيع دي مش هيجيبها في المقاله بتاعتنا. حلو حلو، اعمل ايه يا مستر؟ تحب يا مستر اقرا الانترو؟
يعني امسك الجزء الاولاني ده من لاين 1 للاين مثلا 28 اقرا، والله يبقى جميل. بس انا هفترض معاك ان انت ما عندكش وقت، هفترض معاك ان انت طاقتك الاستيعابيه ضعيفه، فهنعمل ايه؟ هنخش في الموضوع، اوكي؟ مع ان الاحسن انك انت تقرا، بس دي مش مهاره. لو احنا قرينا يبقى انا لازمتي ايه؟ تعال بقى نخش يا فندم على الاسئله. دي ده رسمه، شيت الثاني على فكرة، تمام؟ مش بارت 6. لا ده الشيت اللي هو مكتوب عليه، لا مكتوب عليه كده لا انا ريدنج. قدام ده فتحت اه هنا اه 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 ريدنج 1، انا اسف، ريدنج 1 بي دي اف. اي ده مكتوب عليه ريدنج 1. اوكي سوري. قال لك ايه؟ قال لك الباسج دي باي كتبها مين؟ فلان وفلان، مش عايز اعرف. لكن كلمه اول وكلمه اباوت وكلمه ديسكاسينج بيجي بعديها الموضوع. ايه الموضوع؟ ذا فلينتس اوف ذا باليوليثيك دايز. ذا فلينتس اوف، الفلينتس دي نوع من الاحجار اللي هي جايبها لي كده، تمام؟ نوع من الاحجار، هي دي الفلينتس اهو، بيقول لك باليوليثيك امبلمنتس اوف ذا مش عارف ايه كده. اوكي هي دي الفلينتس، نوع من الاحجار اسمه الصوان. اوف ايه يا ولاد؟ قال لك اوف ذا باليوليثيك دايز، يعني ايام الباليوليثيك. اوكي، يعني فتره معينه من الزمن، صح؟ الاحجار دي في فتره معينه من الزمن. طيب الباليوليثيك، اي ليثيك يا اولاد معناها ايه؟ معناها ايج، معناها او معناها حجر تقريبا. فالباليوليثيك اللي هو العصر الحجري القديم. انت مش عارف معناها؟ يبقى البيز بتاع الفتره دي. امين؟ امين. حلو قوي. طيب تعالى نخش على الاسئله. عندك جاب لك الانفوجراف وقام جايب لك ايه؟ السؤال الاولاني. السؤال الاولاني بيقول لك ايه يا اسطى؟ تعال بص معايا كده، الحق. بيقول لك the main idea of the passage. هل انت قريت الباسج؟ لا. طب السؤال ده بعمل له ايه يا اولاد؟ بلاي يا مستر. بعمل له ديلي. خليك يا باشا معايا شويه، بس لازم اعرف ان السؤال ده انا هتسال فيه، اوكي؟ لازم اعرف ان انا راجع له تاني. طب او انا بحل الباسج مركز ان انا راجع للسؤال ده تاني، اجمع المين ايديا بتاعت الباسج. امين؟ امين. طيب تعالى كده يا فندم بقى في كويستشن 12 مع 13. ده ايفيدنس بيزد بيرد كويستشنز. الايفيدنس بيزد بيرد كويستشنز من الطبيعي ليه طريقتين في الحل. اول حاجه لو السؤال هنا بيسالني على حاجه جنرال، معلومه جنرال، بعمل ايه؟ ها، اول ستيب بقرا الانسرز، تاني ستيب بقرا اللاينز، وانا بقرا اللاينز اجيب الانسر. طب لو السؤال ده بيسالني على حاجه محدده، حاجه سبيسيفيك، لو حاجه محدده وسبيسيفيك يبقى ستيب 1 بجيب اللاين الاول، ستيب 2 بناء على اللاين بجيب الانسر. اوكي؟ يبقى فكره ان انا بجيب اللاين دي على طول، دي مش على طول بعملها كده، لا، لازم هنا يكون بيسالني في حاجه سبيسيفيك. الكلام ده هنقوله بكره بالتفصيل. اوكي؟ طيب ايه بقى الفكره في السؤال ده بقى؟ سؤال صايع. يقول لك what reasoning، ايه الحجه؟ ايه المنطق؟ do the authors اللي المؤلفين use استخدموها when they refer to، لما اشاروا ليه لكلمه ايه؟ a weak conclusion. يعني ايه weak conclusion؟ weak conclusion يعني فكره ضعيفه. حلو؟ يبقى هما واضح في اللاين 46 دولت اتكلموا على حاجه وقالوا ان الحاجه دي weak conclusion. هل قالوا ويك كونكلوجن بس ولا قالوا ويك كونكلوجن وادوا حجه، ادوا سبب لكده؟ لا اكيد ادوا حجه، ادوا سبب ليه الحاجه اللي اتكلموا عنها دي هي ويك كونكلوجن. هو بيسالك بقى ايه هو الريزوننج ده؟ ايه الحجه اللي استخدموها عشان يقولوا ان الفكره اللي اتكلموا عنها هي فكره ويك كونكلوجن، فكره ضعيفه، تمام؟ طيب تعالى كده يا فندم نشوف اصلا ايه هي الويك كونكلوجن اللي كانوا بيتكلموا عنها، صح؟ فتعالوا نروح للاين كام؟ 46. فين لاين 46 يا اسطى؟ اهو ادي 45 ادي 46، فين كلمه ويك كونكلوجن؟ اهي. نعم هو ده سؤال الـ evidence اللي هو بالـ citation ولا ده حاجة تانية اللي هو يبقى محدد لي line؟ اه هو ده سؤال الـ evidence اللي بالـ citation ايه evidence اللي هو لما بالسيتيشن بيجي ده؟ citation لما يبقى جايب لي line محددهولي
ان انا اشوف جزء معين اقرا طيب فيه، ما يبقاش سايب لي التكست كلها. جميل، ده ايه بقى مال بقى نعمل فيه ايه؟ يعني في question 13 هنكنسل اللاينز اللي قبل ال 46، يعني هنبتدي من answer B، ولا ده سؤال تاني؟ انت قصدك من هنا يعني؟ اه هنشوف هيعمل كده ولا لا. اوكي تعالي نشوف اصلا الفكره، نرجع تاني ونقول هنا، لان مش ضروري اللي انت بتقوليه ده، يعني انا فاهم فكرتي بس مش ضروري ان ده اللي انت بتقوليه بيحصل. هنتكلم دلوقتي واحنا شغالين هنا، المفروض ان هو بيقول لي ان الاوثر استخدم ريزونينج معين عشان يقول على حاجه معينه ان هي ويك كونكلوجن، تمام؟ وقال على الحاجه دي ان هي ويك كونكلوجن، قال على الكلام ده فين؟ في لاين 46. حلو، في لاين 46 اهو، ادي 45 وادي 46. قال لي ايه؟ اسمع كده، شايف كلمه this دي يعني بيتكلم على حاجة قبلها ولا على حاجة بعدها؟ قبلها. مش اتفقنا على كده؟ this و these و those و such بتكلم على حاجة اتقالت قبلها. فبيقول لك this is certainly a very weak conclusion. يبقى ال very weak conclusion دي اتقالت فين؟ اتقالت قبلها قبلها، صح؟ 41. بعدها بقى هيبدأ يحدد ليه هي weak conclusion، مش كده؟ فنرجع هنا، فين هي يا باشا الويك كونكلوجن دي؟ اللي قبلها. ايوه اللي هي فين؟ اللي هي مثلا بادئه من هنا اهو اهو. يبقى هو قال معلومه، والمعلومه دي بعد ما خلصها قال لك this is weak conclusion، تمام؟ تعال نشوف ايه هي دي. مثلا انا عندي طيب كواليتي ضعيفة شوية، بس انا طيب نت الكواليتي مظبوط. ضعيفه عند الناس كلها؟ قوي. يا مستر. طب هاني انت مشغل واخد من الكواليتي يعني. هيظبط دلوقتي، خليكم بس معايا. فهنا دي الكونكلوجن اللي هو قال عليها ان هي ويك، اوكي؟ قال لك اند ذا فلينت، شوف بقى هو بيتكلم على ايه؟ بيقول لك اند ذا فلينت يعني اللي هو حجر الصوان ده، which the paleolithic inhabitants، قلنا inhabitants يعني ايه؟ سكان، الناس اللي عايشين، الناس اللي كانوا عايشين في الوقت ده. قال لك of the plateau forest، plateau forest اللي هي الساحات اللي عباره عن ايه؟ عباره عن غابات. of the plateau forests made and used، اللي صنعوها واستخدموها. قال لك still lie، لازالوا موجودين مرميين يعني محذوفين كده، on the now treeless، في مكان treeless ما فيهوش اشجار، and sun baked desert. يعني ايه sun baked desert؟ يعني صحراء مليانه شمس، صحراء فظيعه، sun baked desert surface. هو بيقول لك بقى المعلومه دي this is very weak conclusion. تمشي معايا واحده واحده. طب علشان هو يتاكد ان المعلومه دي ويك، مش لازم يجيب معلومه بتتكلم عنها، صح؟ يبقى انا اول ستيب هعمل ايه؟ هجيب اللاين، اللاين اللي بيتكلم عن ايه؟ اللي بيتكلم عن المعلومه دي، تمام؟ بس اللي مش بيتكلم عنها نفسها، لا، اللي بيوضح هي ليه معلومه ضعيفه. اوكي؟ طب مبدئيا كده يا اولاد، انهي لاين بتتكلم عن نفس الموضوع؟ تيجي زميلتك قالت حاجه حلوه، قالت يا مستر ما هو من 41 ل 45 ده هنا بيديني الكونكلوجن نفسه اللي هو جه قال عليها ان هي ويك، لكن لسه ما قالش الريزنينج، صح؟ فبالتالي الانسر ايه؟ دي كده كده مش موجوده معانا، لان من 41 ل 45 هو بيوضح ايه يا اولاد؟ بيوضح الايديا نفسها اللي هو قال عليها ان هي ويك ايديا، ويك كونكلوجن. بعد اللاين ده بقى هيوضح هي ليه ويك كونكلوجن. فلازم اللاين يا حبايبي اللي هو بي او سي او دي يكون بيتكلم عن الايديا اللي هنا اللي من 41 ل 45، لازم يكون بيتكلم عنها، بيوضح فيها فكره. انهي لاين بقى يا اولاد من دول؟ انهي لاين من دول الرايتر فيها كان بيتكلم عن الايديا دي، ان الفلانتس اللي كانوا paleolithic inhabitants of plateau forests made and used still lie on the now treeless and the sun baked desert surface. انهي لاين اتكلم عن النقطه دي؟ لاين بي 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 مش برضه يا عايز مستر. اروشكم،
بي. بي. يبقى اللاين بي يا اولاد هو اللي اتكلم عن الايديا صح؟ يبقى ده اللاين بتاعي، ده اللاين اللي انا عايزه، اللي هو فيها كان بي كومنت، كان بيدي ريزوننج، كان بيدي حجه على ان الايديا دي ويك. عرفت منين ان هي الايديا كلمه this is very weak idea بس فاشتك، يبقى انت بتتكلم على اللي قبلك. اوكي، يبقى بالتالي اللاين بي. طب اللاين بي بيقول ايه عشان برضه اتاكد من الكلام؟ اللاين بي اللي هو من 55 ل 58 بيقول ايه يا حلوين؟ بيقول undoubtedly لا شك where they were made اللي هو بيتكلم على الفلنتس يعني في المكان اللي هي اتصنعت فيه for the places where they lie are the actual هي كانت بالفعل ancient flint workshops، هي كانت اصلا ancient flint workshops where the flints were chip اللي فيها الفلنتس كانت ايه؟ بتتقطع. يبقى اذا هما المكان اللي لقوا فيها الفلنتس دي هي اصلا كانت بتصنع هناك، كان في اصلا هناك ورك شوبس، والورك شوبس ديت كان فيها بيقطعوا الفلنتس بس، فانت رحت لقيتها موجوده هناك. فبالتالي هنا هو بيقول ان الفكره دي غلط. طب يقول الفكره دي غلط، ده ليه فكره بالفكره دي؟ يبقى الفكره دي اللي في اللاين ده عايزين نجيبها من الانسر. ها انهي انسر يا اولاد؟ مستر قول يا حبيبي. الكواليتي وحشة والصورة بتقطع صح؟ ماشي خلاص، احنا فصلنا اي حاجه بتعطل الكواليتي بتاعتنا. يلا فين الايديا اللي بتقول ان الفلينتس دي اصلا يا شباب كانت موجوده في ورك شوبس، كان في ورك شوبس للفلينتس، ايه يا مستر؟ فالورك شوبس دي اكيد ايه هنيجي مكانها نلاقي الفلينتس دي موجوده. ايه يا مستر؟ ايه ايه انصر ايه ايه الله ينور عليك، يبقى ذا فلينت ليفت بيهايند، الفلينت اللي ليفت بيهايند يعني اللي اتسابت وراهم وير ا ريزلت اوف ا فلينت ايه؟ وركينج سبيس. هي اصلا عباره عن كان في فلنت وركينج سبيس والناس سابوها مكانها، فجيت انت لقيتها موجوده. ملهاش دعوه بقى بان المكان فيه فورست ولا ان المكان فيه ديزرت، مش هو ده الموضوع خالص. فبيقول لك not because the area was once covered in trees، ده مش بسبب ان هي كانت covered in trees. هو عايز يقول لك في الباسج يعني ايه؟ ان المنطقه كان فيها تريز والناس عايشه وبتعمل ايه؟ عندها بقى فلنتس والدنيا لذيذ. فلما الدنيا بقت صحراء الناس سابت المكان ومشيت. فهو بيقول لك لا مش عشان كده، هو اصلا المكان ده كان عباره عن فلنت ورك شوب، مش عشان السبب الاهبل اللي انت بتقوله ده خالص. اوكي؟ فبالتالي يا اولاد تركيبه السؤال صعوبتها بكل بساطه في ايه؟ في ان الايديا اللي هنا اللي انا المفروض اجيبها من اللاين الاول هو ما قالهاش في السؤال. هو قالها في لاين 46. فلما تروح للاين 46 يقول لك ايه؟ يقول لك this weak conclusion this is weak، فبالتالي تضطر ترجع ايه؟ ترجع للي قبلها. عارفين زي السؤال بتاع ايه يا اولاد؟ زي السؤال بتاع، تعالى كده نسيرش عليه بسرعه، زي السؤال بتاع الراجل اسمه عارف انتوا سير روجر مارلي، فاكرين الراجل الاهبل ده؟ فاكرين السؤال ده؟ تعالى نبص عليه كده مع بعض ونفتكره. فين اهو هنا السؤال ده يا حبايبي. في السؤال ده كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي سير روجر مانلي's work، ان العمل بتاع سير روجر مانلي was plagiarized يعني تم تزويره او تزييفه by which of the following persons، من خلال انهي بيرسون من دول؟ حلو، مش هحل السؤال ده انا هفكركم بيه. فبالتالي يا فندم لازم الاول نروح للاين، اللاين دوت فيه work was plagiarized by شخص معين، تمام؟ فهنروح نلاقي كانت الإجابة الصحيحة ساعتها كانت اللاين بي اللي هو من 34 ل 40. هل من 34 ل 40 قالت إن في work بتاع روجر سير روجر مانلي plagiarized اتزور باي شخص معين؟ أيوه، بس تعالى شوف قالها إزاي. لما تروح لللاين البي اللي هو من 33 من 34 ل 40، بص قال لك إيه يا أولاد؟ انا قايل الاسم قبليها بشوية.
مش في السيتيشن بالظبط اللي هو مديهولنا، كان قبلها بشوية. كان قبلها بحاجة صغيرة ترين تقريبا. برافو. لما قال لي amongst them، amongst them وسط هؤلاء them اللي هم ايه، فلازم انا ارجع اعرف ايه هم them. قال لي he found that he mean، فبالتالي them وهي مخلياني مش فاهم انت بتتكلم على مين، صح؟ فده اللي هيرجعني للسنتنس اللي قبلها. فبيقول لك one doctor medley related to the family by marriage has the charge of looking over his paper، يعني كان عنده مسؤولية ان هو يخلي باله من البيبر. فهنا بقى بيقول لك ايه، he found that manuscript which he reserved to his proper use but and by his own pen. بيتكلم على مين؟ على دكتور مندلي، مع ان الريفرنس اللي هو مديهولي اللي هو من هنا مش جايب سيرته اطلاقا، صح؟ فده اللي انا اقصده يا اولاد. لو هو جايب لك لاين يقول لك this، يقول لك this، يقول لك them، يقول لك they، يقول لك he، ارجع بس خطوه كده اعرف هو بيتكلم على ايه. حلاوه لوز العنب، لوز العنب. نرجع تاني يا اولاد للموضوع بتاعنا. مثلا انا مش شايفة حاجة. أكبرت تضيع كل خالص. طب لحظة لحظة، هنقلها على سيرفر تاني كده، هنقلها على سيرفر تاني لحظة. يا مستر حضرتك مش عامل فوكس، مش بسبب النت. هو النت عنده وحش عشان بيليق برضه. ها، محدش يقول محدش يقول النت عندي وحش، محدش يجرحني في نتي. ها سامعني؟ سامعين استنى حضرتك بس مش شايفين. يا مستر الصورة اعمل واقفة. فوكس، اعمل فوكس. اعمل الفوكس. والله يا ولاد انتوا اهو كل حاجه كانت ماشيه تمام، ايه اللي ضرالكم يا ولاد؟ اهو هات الفوكس الجميل اهو، بس شفتوا حلو ازاي؟ شايفين الكلام اللي مكتوب؟ مش قوي بس يعني استنى أجرحك الأول ولا لا؟ شوية. هنجرحك يا والنبي مصر سعيد. انا عايز، انا خايفين نقول لك لنجرحك. نجرحك في نادك. طيب نيجي هنا السؤال اللي بعديه، سؤال فوكاب، سؤال جميل قوي. جايب لك كلمة فيد، فيد يعني يأكل، حلو؟ فجاي كلمة كوك فور يعني يطبخ لحد. جايب لك كلمة جريز، جريز ديت اللي هو في حاجة اسمها جريزر، جريزر اللي هو آكل الأعشاب. فجريز يعني يتغذى على العشب، أوكي؟ بمعنى كلمة جريز. طب كونسيوم يعني يستهلك حاجة. طب كلمة سبلاي، سبلاي يعني إيه؟ يعني يقدم حاجة. أنا مثلا عايز سلاح، فأنت تعمل لي سبلاي بالسلاح. عايز مية، فأنت تعمل لي سبلاي بالمية، توردني يعني، أوكي؟ طب تعالوا نشوف كده في لاين 10 مقصود ايه بكلمه فيد. هل مقصود بيها ياكل عادي؟ ادي بين وادي كلمه فيد اهي. فهنا بدا يقول لك ايه؟ يقول لك برو which float countless، countless يعني عدد لا محدود، countless streams to feed the river below. يبقى معناه ايه to feed the river below؟ يطبخ له؟ perfume supply ايه ده؟ يستهلك الريفر، الريفر اللي تحتيه؟ يعني هو مستر هيديله. حضرتك نزلت البنك نعم، اعمل ايه؟ اعمل بن. او مش شايف حاجة برضو الاثنين. طب ما تفتح، ما تفتح البي دي اف، افتح البي دي اف اللي معاك اوكي كده. عادي انا اوريدي فاتحه اصلا، بس يعني طولت ان هي انا الفكرة، امامك. لا هي الفكرة كلها ان احنا بنشوف الشرح وفي ساعات بننقله لو في كلام حضرتك بتكتبه. ايوه انا فاهم، انا فاهم. هشوف دلوقتي موضوع النت الجربان ده، هديكوا حاجة تحلوها وهشوف لكم على طول، اوكي؟ انا قصدي كلاين 10، كلمة فيد، feed the river blue يعني هو بيقدم، بيعمل flow تدفق ل countless streams، للتيارات لا عدد محدود له. قال لك to feed the river، هل معناه ان انا هاكل الريفر؟ لا ان انا هقدم countless streams للايه؟ للريفر، اديله ميه، صح؟ طيب يبقى قصده ايه to feed؟ طيب
سبلاي سبلاي لا معناها يطبخ له، ولا معناها يستهلكه، ولا معناها ان هو ياكله اعشاب، امال معناها ان ايه؟ يورد له، يورد له طيارات ستريمز. فبالتالي انسر الانسر دي. اوكي 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 طيب تعالى بقى كويستشن 15، سؤال بايخ عشان بقول لكم باسج اصلا زباله. 15 بيقول لك how credible do the authors perceive the description of ancient Egypt to be in the first two paragraphs. يبقى هو حصر الكلام على الايه؟ على اول two paragraphs بس. طيب خلي بالك السؤال ده جاي في اخر البيج مش كده؟ فانت ممكن تقعد تفكر فيه، مع انك انت لو بصيت تحت هتلاقي اللاينز اهي. فنخلي بالنا ان الموضوع ده مهم جدا، بيضيع وقت كتير وفي الاخر تلاقي نفسك تقعد تلطم هنا. اوكي؟ يبقى هنا هو يا فندم، الاوثرز كان ليهم وجهة نظر لما كانوا بيعملوا ديسكريبشن اوف انشنت ايجيبت. حلو؟ الكريديبيليتي يعني مصداقيته، يعني هم لما كانوا بيعملوا ديسكريبشن لايجيبت، لانشنت ايجيبت، كانوا بانيين الديسكريبشن ده على ايه؟ يعني الكريديبيليتي بتاعتهم دي جايبينها منين؟ ما انا ممكن اجيب الكريديبيليتي بتاعتي من ان مثلا في مؤرخ قال الكلام ده، فانا والله انا بقول لك عشان المؤرخ قال كذا. او بجيب الكريديبيليتي من خلال مثلا تجربه، عملت تجربه فالنتيجه بتاعتها قلتها لك، فانا جبت الكريديبيليتي بتاعتي من براكتيكال اكسبيرمنت، عملت تجربه ايه؟ تجربه عمليه. اوكي؟ هم بقى جابوا الكريديبيليتي بتاعتهم لما كانوا شايفين وجهه نظرهم في ديسكريبشن اوف انشنت ايجيبت، جايبين الوجهه النظر دي منين؟ جابوا الكريديبيليتي بتاعتها منين؟ اوكي؟ فهنا ده سؤال جنرال، لان هو بيسالني على فيرست تو باراجرافس، فانا هتوه في الفيرست تو باراجرافس. اوكي؟ فتعالى هنا، هل يا اولاد هم اعتمدوا على it is an assumption، عباره عن فكره that has not been taken seriously، ما حدش اهتم بيها، يعني ما حدش خدها بجد، معلش يا مستر، ولا ممكن تشرح السؤال تاني من الأول عشان بس كان بيقطع شوية. السؤال عادي ده question 15 مع 16، ده evidence based paired question صح كده؟ اه فهو بيقول لك how credible do the authors perceive the description of ancient Egypt to be in the first two paragraphs. يعني في الفيرست تو باراجرافس كان في ديسكريبشن لانشنت ايجيبت. حلو؟ هما بقى شايفين وجهة نظرهم ان الديسكريبشن ده كريديبل ازاي؟ يعني ايه كريديبل؟ يعني صادق او ليه لازمه او نصدقه او ليه قيمه. على اي اساس قالوا ان هو كريديبل؟ اوكي؟ او كريديبل على اساس ايه؟ فلازم نروح نلاقي وهما بيتكلم في لاين من اللاينز اللي احنا في كويشن نمبر 16، هو بيقول لك ان الديسكريبشن اوف انشنت ايجيبت ده كريديبل ليه؟ مبني على اي اساس؟ اوكي؟ هل طب الفكره دي هو مستر، الديسكريبشن هو ليش قول جنرال يا مستر؟ مش هو قال ده جنرال ذا فيرست تو باراجراف بس بالظبط مش في كده؟ ما الباراجراف هو الاخر؟ بيكلمني، ما هو جاب لي تو باراجرافس. بص التو باراجرافس قد ايه؟ بص ادي الباراجراف الاولاني وادي الباراجراف الثاني، تمام؟ فهي الفكره متقاله هنا، فهو حادفها لك هنا، مش اي حاجه معينه، مش اي موضوع معين. اوكي؟ فبالتالي بيدي لك اقتراحات في الانسر، بيقول لك ايه؟ مستر، مش هل هو يعني مش المفروض اجيب الحتة اللي هو بيتكلم فيها عن الفكرة دي من اللاينز؟ ممكن، بس هو بيشاور لك على تو باراجرافس، فانت هتضطر ان انت تدور فيهم كلهم. طب هدور ما في انا اللاين، هدور ادور ليه في في التو اللاين باراجراف؟ مش هتبقى واضحه ليك. تعال بس طيب امشي معايا واحده واحده. ما هو انت لو رحت اللاين هتوه، هتلاقي ان هو عمال يعمل ديسكريبشن لانشنت ايجيبت، لكن انا عايز الحته اللي فيها يقول لك هو على اي اساس شاف عمل ان الديسكريبشن الديسكريبشن ده دوت يعني؟ صح. ايوه، ماشي. هو طول التو باراجرافس بيعمل كده، فده سؤال جنرال، هو ده موضوع الباسج اصلا. اوكي يا حبيبي؟ طيب فبيقول لك it is an assumption. قلنا assumption يعني ايه؟ يعني فرضيه ليس لها دليل. it is an assumption that has not been taken seriously، ما حدش اهتم بيها او ما خدهاش بجد. b
It is a confirmed hypothesis. يعني ايه confirmed hypothesis؟ يعني hypothesis قلنا يعني فرضية مؤكدة with concrete evidence. يعني concrete evidence. طب احنا امبارح قلنا ايه على كلمة hypothesis دي؟ هي ان هي نيجاتيف او ملهاش ملهاش دليل، evidence. لو ليها evidence تبقى hypothesis؟ تبقى سيري باي لا، او ما تبقى تكونش theory، هايبوثيسيس يعني. تبقى idea، تبقى فكرة، تبقى نظرية. ليه؟ لأن ليها evidence، طب بس لكن رجع تعيد الحتة دي الهايبوثيسيس تاني اللي ملهاش بتاعت evidence. طيب يا it مستر. is a con ما انا اهو يا حبيبي بتكلم اهو. ماشي it is a confirmed hypothesis. الهايبوثيسيس دي يا حبيبي فكرة مش confirmed. قلنا امبارح كده الهايبوثيسيس دي افتراض، فرضية مش مبنية على أي دليل. فهنا في نمبر بي بيقول كلام غلط، بيقول لك it is a confirmed hypothesis. مفيش حاجة اسمها confirmed hypothesis أصلا. With concrete evidence. concrete evidence يعني دليل مادي. الهايبوثيسيس لو ليها دليل مادي ما تبقاش hypothesis، تبقى idea، تبقى stance، تبقى premise، idea، يبقى claim. اوكي، فبالتالي دي كده كده بلح يا ولاد. طيب it is only an assumption، مجرد assumption، فرضية، that historians، المؤرخين، and the scientists built hypotheses upon، بنوا افتراضاتهم عليها. B it is a credible conclusion. credible conclusion يعني فكرة موثوقة based on historical texts، مبنية على نصوص تاريخية. found in Egypt that spanned centuries، موجودة لقوها في مصر وقعدت مئات السنين. يعني هل الموضوع كان مبني على historical texts؟ هل الموضوع كان an assumption وهم بنوا ال hypothesis عليها؟ ولا موضوع hypothesis وليه concrete evidence وده غلط؟ ولا assumption محدش اهتم بيه؟ روح كده يا فندم لللاينز. وانت بتقرا اللاينز هيقول لك الديسكريبشن اوف انشنت ايجيبت اتبنى على ايه من دول؟ A ولا C ولا D؟ اقرا بالراحه وخلي اجابتك معاك ما تقوليش. يلا اقرا على مهلك في المسج، خلي اجابتك معاك ما تقوليش. حد قفش اللاين؟ اللاين اللي بيقول ان description of Egypt هو حاجة من دول؟ ممكن سي مع ايه يعني 16 سي و15 ايه. اللاين سي مثلا مع الانسر ايه؟ طيب نخليهم كده. شوف قصدي دول حاجة يعني تانية. سي وسي، مش معلش مش ايه. سي وسي، نخليها سي وسي. يا سلام. ها طب دي وسي بقى، دي وسي ماشي يا عم، هو مش عندك دي وسي يعني اللاين دي، تمام، والاجابه سي والإجابة سي 15 سي، والأنسر سي. تمام اللاين سي، بس الانسر لسه مش عارف. اللاين سي، نعمل لك كده بلون تاني، لون حلو كده، لون سي، والأنسر لسه مش عارف. سي و سي سي يو سي.
يو سي. الانسر سي. الانسر طلعت معاكي سي. تمام، لقيتيها في انهي لاين؟ عندها برضو سي. لقيتيها في اللاين سي. جميل. ها، حد عايز يقول حاجة؟ الانسر دي يا مستر الانسر دي لقيتها في انهي لاين يا معلم؟ في سي. لقيتها في اللاين سي. جميل. طيب واضح ان في ايه، ان في زي شبه اجماع كده على اللاين ايه، اللاين سي. طب تعالى كده نقرا اللاين سي. ازاي اللاين سي؟ لو قريته هلاقيه جايب لي حاجه من اللي موجودين دولت. تعالى نقراها بالراحه. قال لك 29 ل 33. نقرا كده يا معلمي، ادي 29 اهو ل 31 2 3 ل 33. حلو قوي. قال لك بقين حلوا الدنيا. قال لك acting on، يعني ايه acting on؟ يعني خدوا اكشن على. acting on the supposition، يعني ايه the supposition؟ يعني خدوا acting على افتراض that this idea، ان الايديا ايه؟ was correct one. يبقى في ناس جم على ايديا كده وافترضوا، عملوا supposition ان هي صح. فبالتالي هم ايه؟ هم acting on الايديا دي على اساس ان هي صح. يبقى واضح هنا ان في ناس عملوا acting on the supposition ان this idea ان هي ايه؟ ان هي correct. فين الانسر اللي بتقول كده؟ ان في ناس بنوا كلامهم على اساس ان الايديا دي صحيحه. ها، انهي انسر قالت كده؟ سي في طبعا. سي فبيقول لك it is only a supposition، ده مجرد افتراض. يبقى it is only an assumption، ده مجرد فرضية. that historians and scientists built hypotheses upon، بنوا افتراضاتهم عليها على اساس ان هي صحيحة. لكن دي just supposition، just assumption، مجرد ايه؟ فرضية. فبقت الانسر سي مبنية على اللاين سي. اوكي، معلش يا مستر، ممكن اللاين دي، قول يا قلبي. اللاين دي بس عشان انا كنت اللاين فاهمه دي بين سي ودي. اوكي يا قلبي، اللي هو من 36 ل 37. تعالى كده نشوف. يعني هو اللاين دي اللي فهمت منه ان هو كان بيقول ان هي زي فرضيات او حاجه، يعني حاجه برضو زي، يعني فرضوا حاجه وما بنوا عليها تقريبا. طيب اوكي، بيقول لك they were supplied on the hypothesis. they اللي هي ايه؟ to provide the water for the wadi streams، علشان يقدموا المية في التيارات بتاعت الوادي. heavily rainfall and the forests are desiderated. they were easily supplied. هم ايه اللي easily supplied؟ ال rainfall and the forests. ما بيتكلمش على الناس اللي بنوا الايديا على هذا الاساس. برضه بيقول لك ان دي عباره عن ايه؟ اون ذا ايه؟ اون ذا هايبوثيسيس. ده برضه مبني على هايبوثيسيس، لكن اساس الفكره بتاعت الديسكريبشن اوف ايجيبت هي اللي موجوده هنا. acting on the assumption that this idea، الايديا اللي هي اللي فوق دي كلها ده، او ان هم عملوا supposition ان الايديا دي ان هي correct، ان هي صحيحه. هم فهمتك، بنوا على كده السكرين بس. وقفت. ماشي، هتشتغل حالا. طب اللي بعديها يا ولاد، ده سؤال فوكابلري. كلمة بيرينج، بيرينج يعني ايه؟ بيرينج ممكن تيجي بمعنى كلمة يحمل، يتحمل، فيها معاني كتير كلمة بيرينج. تعال نشوف بقى كلمة بيرينج بحسب لاين 41. هل جاب بمعنى كلمة ترانسبورتنج، يعني ينقل، اشيل حاجة وانقلها؟ هل تيجي معنى كلمة withstand، يعني حاجة ثابتة أو يقاومها أو ماسكة في الأرض؟ هل تيجي معنى كلمة exhibiting، exhibiting يعني يوضح أو يبين أو يكشف أو يعرض؟ هل جت بمعنى كلمة fostering، fostering يعني supporting، يعني يدعم؟ تعالوا نشوف كلمة bearing معناها إيه؟ line 41. ما تخلوش بقى يضحك عليك.
ادي 40 وادي 41. ايه هي يا فندم؟ ادي بيرنج. حد يعرف يعني ايه تيستيموني؟ تيستيموني ليها معنيين. زي معنى نظرية أو حساب أو حاجة كده. لا، تيستيموني معناها يا اما شهاده ان انا رايح بعمل تيستيموني، بدي بقولي بشهادتي، او دليل ايفيدنس. اوكي، دي معنى كلمه تيستيموني. فهنا بيقول لك ايه؟ and the water rushed down to the Nile. الميه بتجري لتحت على نهر النيل. Craving out، craving out يعني كانها بتنحت. The great water courses، water courses يعني المجاري المائيه العظيمه دي، which remain to this day، اللي فضلت موجوده ايه؟ ليومنا الحالي. Bearing testimony to the truth، يعني ايه؟ دليل على الحقيقه. Exhibiting. عايز يقول لك بتحمل الدليل على هذه الحقيقة. يعني ايه Museum. بتحمل يعني؟ Withstanding. Withstanding. هو حضرتك قلت، معلش، Withstanding حضرتك قلت معناها ايه؟ يعني حاجة راسخة ثابتة في الأرض كده. اوكي، تمام؟ ده لا مش هي. fostering يعني. دي يا مستر بيدعم، ايه support، دي fostering طيب. transporting. ترانسبورتنج هيشيل الدليل ويمشي بيه لا وينقله. هي سي اكزيبيتنج. دي يا دي مستر، يا مستر سي. بيرين جاي معنى كلمة شوينج، شوينج جيفينج، صح؟ دي جيفينج تيستيموني تو ذا تروث، شوينج تيستيموني تو ذا تروث. اوكي، يبقى الاصح ليها هي مش سبورتنج، هي اكزيبيتنج. exhibiting يعني providing، يعني بيبين، بيوضح. اوكي، يبقى الانسر هي سي. خلي بالك سؤال بايخ، لان انت ممكن كلامك كله في كلمه fostering. اوكي، دماغك كلها رايحه لكلمه ايه؟ fostering، لكن هي exhibiting. خلي بالك يا ولاد، احنا بنحل باسج هي دمها تقيل، عشان بس مش ده اللي هيجي لك في الامتحان. هي النهارده دي باسج دمها تقيل، انت مش هتشوف الكلام ده تاني. اوكي، معلش يا مستر، ينفع تقول لي هي ليه تاني مش فوسترينج؟ علشان هنا هو بيقول لك ده بيبين لنا الدليل على الحقيقة. هو مش بيدعم الحقيقة، هو بيبين، showing testimony to the truth، بيبين دليل على الحقيقة. مش تمام؟ بيبين أو ممكن يعني أقول بيدعم الحاجة. ماشي، ما احنا عايز بقى كلمة يبين بقى. ما انا عندي كلمة بيرين جايب معنى كلمة ايه؟ بيوضح، بيكشف لنا الحقيقة. فاكزيبيتنج مش بيسبورت. ما انا بقول لك ان هي بايخه، بس هي كلمه ايه؟ بيرين هنا اللي هو بيحمل لنا الحقيقه، بيقدمها لنا كده. فبالتالي كانه ايه؟ كانه بيوضحها لنا، كانه بينقل لنا الحقيقه، بس مش قصده ينقل لنا الحقيقه يعني يعمل لها ترانسبورتنج، يعني ينقلها من هنا لهنا. قصده يعني ينقلها، يعني يبينها لنا، يوضحها لنا، يكشفها لنا. اوكي؟ فبالتالي هي الانسر بيرين معنى شوينج او جيفينج او بروفايدنج، او بمعنى اصح اكزيبيتنج. سبورتنج دي اللي هي فوسترنج بايخه شويه. اوكي، طيب السؤال ده يا اولاد، ده من ضمن الهاكس اللي احنا اتفقنا عليها اللي هنتدرب عليها برضو. مفيش اي سؤال من ده احنا مش هنتدرب عليه، بس انا بقول لك النهارده احنا قصاد باسج ايه؟ غلسه شويه. هنا قال لك when mentioning the names، لما قال اسماء in lines كذا and كذا، the authors assume. دي الهاك بتاعت ايه؟ الهاك بتاعت assume او expect. ها، the authors assume that the reader ماله؟ فاميليا. افكرك، افكرك بقى بالهاك دي. لما يجي يقول لك لما الاوثر قال كذا، لما الاوثر قال كذا، الاوثر بيأسيوم ان الريدر ايه؟ الاوثر بيأسيوم ان الريدر عارف كذا. خلاص، عشان الناس اللي ما كانتش معانا قبل كده، لما الاوثر يا حبايبي يكتب كلام، هو الاوثر هنا بيفترض ايه؟ هو بيأسيوم ايه؟ هو بيأكسبكت ايه؟ هو بيأكسبكت ان الريدر عارف الكلام ده. اوكي؟ زي ما انا مثلا بشرح درس معين، فجيت عند درس قمت قايل مثلا، قلت لك ايه؟ قلت لك الجمله دي غلط عشان ما فيهاش باراليزم، وقمت مكمل. لما انا قلت باراليزم، انا بأسيوم ايه؟ انا بأسيوم ان الطالب اللي قاعد قدامي عارف ايه هو الباراليزم. اوكي؟ نفس الكلام
هنا الاوثر لما اشار الى النيمز دي، اللي هو اشار الى النيمز اللي موجوده في اللاينز دي، هنا الاوثر بيأسيوم ان الريدر ايه؟ بيأسيوم ان الريدر عارف الناس دي. اوكي؟ تبقى الانسر ايه هنا يا حبايبي؟ بي ده من غير ما نقرا، من غير ما نرجع لللاين، اوعى ترجع لللاينز، هو السؤال ده كده. يقول لك بيأسيوم ايه؟ او بيإكسبكت ايه؟ هو بيأسيوم او بيإكسبكت ان الريدر عارف اللي مستر، مكتوب. انا عندي صوت عالي قوي. لا، ممكن عندك انت بس. لو لا انا صوت عندي ممكن صوت عادي، عندك يا انت. صوت سامع ايوه، كويس. يبقى الانسر بي. مستر معلش، ممكن تعيد السؤال ده تاني؟ حاضر. دي هاك، هاك اسمها اسيوم او اكسبكت. في الهاك دي احنا ما بنرجعش للباسج خالص، احنا بنحل على طول، لان احنا لو رجعنا للباسج هي ما فيهاش الاجابه، والنوع ده من الاسئله هنحل عليه، ما تخافوش. بس احنا النهارده بس بنشوف هي الباسج محتواها ايه. هنا في السؤال ده بيقول لي ان الرايتر لما كتب الباسج هو عمل منشنينج لحاجه، جاب سيره حاجه، جاب سيره الحاجه دي لانه بيأسيوم ان الريدر ايه؟ فانا برد عليه بقول هو الرايتر كتب الحاجه دي لان هو بيأسيوم ان الريدر عارف الحاجه دي. اوكي؟ ودايما بقولها لزمايلكم، وبقولها لما نيجي نكتب مثلا مقاله عن الكوره، فانا كتبت مقاله عن الكوره، فوانا بكتب قمت قايل كلمه اوف سايد، وانا بقول اوف سايد انا هنا بأسيوم ان الريدر ايه؟ ان الريدر عارف ايه هو الاوف سايد، صح؟ ولا انا هقعد اشرح له بقى كل كلمه هقولها؟ لا، نفس الكلام هنا بيقول لك لما الرايتر اشار الى نيمز، اسماء في اللاينز دي، هنا الاوثر لما كتب الاسامي دي هو بيأسيوم ان الريدر ايه؟ بيأسيوم ان الريدر عارف الاسامي دي. خلاص؟ يبقى الانسر ايه هنا يا حبايبي؟ بيع يبقى the authors assume that the reader is familiar with explorers and professionals، ان الريدر عارفها. خلاص؟ طب تعالى عشان واضح ان الناس ايه؟ في بعض الناس مستغربه السؤال ده، ما كانوش معانا. تعالى كده نشوف على ما ناخدهم بالتفصيل. ناخد مثلا كلمه expect مثلا. ندور احنا يا مستر، يا الهاك والحاجات اللي زي كده عددهم كام؟ مش كتير والله يا ابني، بتاع 7000 واحدة. بصوا يا حبايبي، الناس بيقول لك when the author mentions، لما الاوثر اشار الى دكتور جيكل and مستر هايد، he most likely expect the readers to ايه؟ هو بيكسبكت ان الريدر ايه؟ ها؟ ما برجعش بقى للباسج، ما بروحش ادور على الاثنين دول. هو بيقول لك لما الاوثر قال اسم الشخصين دول، الاوثر بيكسبكت ان الريدر ايه؟ ان الريدر عارفهم، ان الريدر هيعرف الناس دي. تبقى ايه الانسر يا ولاد؟ ايه الانسر ايه؟ ان الريدر تو ريكوجنايز كي ليتري كاركترز، ان هو هيقدر يريكوجنايز، يميز الكي ليتري كاركترز دول. بس هي الفكره كده. يبقى ده سؤال اسمه او هاك اسمها اكسبكت واسيوم، اوكيشن اوكيشن. نرجع تاني للي احنا فيه. السؤال الجميل، ركز معايا بقى. قال لك how do the first، احنا حللنا ده خلاص تمام، two paragraphs، بيسأل على اول ايه؟ two paragraphs relate to the rest of the passage. يبقى ده سؤال اسمه main idea this specific part، تمام؟ ايه هو السبيسيفيك بارت؟ اول تو باراجرافز. ايه دورهم يا اولاد بالنسبه لبقيه الباسج؟ ها، فكر كده، فكر كده من غير ما ترجع، ترجعش، حل على طول. ها، فكر كده ورد عليا. هو مستر انا متلخبط ما بين اتنين، قول يا حبيبي. بيا بيا سي
يا بي يا سي. حاضر، نقعد كده نفكر فيهم مع بعض. عيوني. هي ممكن تبقى دي. ممكن تبقى دي، دي ليه ما تبقاش دي؟ يا مستر، ماشي قول. دي يا مستر، دي يا مستر. ها، انتوا دي عارفين برضو. انهي دي؟ برضو ماشي. سي دي يا مستر، دي يا مستر، وحد قال سي. عارفين السؤال ده مبني على انهي سؤال؟ مبني على السؤال الجربان بتاع الايفيدنس بيست بيرد كويشنز، اللي هو ده. تاني تاني ده مبني على ده. اوكي، اوريكوا ازاي. طيب تعالى كده نبص، هو اول تو باراجرافس دولت اللي كان فيهم ايه؟ باختصار كده اللي كان فيهم ايديا. الايديا دي عباره عن هايبوثيسز، وهنا في الباراجراف الثاني ده اللي بيقول لك ان هم الهايبوثيسز دي اعتبروها ان هي تروث، وبنوا عليها ايه؟ وبنوا عليها اسامبشنز، او بنوا عليها هايبوثيسز ثانيه، صح؟ وجه هنا اهو قام قال لي فكره، تمام؟ الفكره دي يبدو ان هي طلعت ايه؟ طلعت فكره غلط، ويك كونكلوجن. مين اللي قال ان هي ويك كونكلوجن؟ بدايه من الباراجراف الثالث، تمام؟ الباراجراف الثالث قعد يقول لك ان ديت ايه؟ ويك كونكلوجن، وبدا يبين هي ازاي ويك كونكلوجن. لما انا يبقى عندي فكره يا اولاد وارجع اقول ان الفكره دي غلط، دي كلمه اسمها ايه؟ ها، فاكرين قلناها كتير وقلت لكم الكلمه دي مهمه قوي. لما كونترادكت. يبقى عندي، لا كونترادكت يعني بقول كلام عكس بعض، ودي دايما اجابه مش مظبوطه. اوكي، سيبك من كونترادكت دي خالص. هايبوثيسيس. لما يكون عندي فكره واجي فكره تانية تقول ان الفكره دي غلط، يبقى الفكره دي ميبي بتعمل فيها ايه؟ لا مش سبورتنج بتسبورت، أمينة لا ما هي بتقول ان هي غلط، يبقى ازاي تعمل لها سبورت؟ ريفيوت. ريفيوت، ريفيوت، ريفيوس، ريجكت، يعني بيرفض الفكره دي. طالما في فكره وجت بعديها فكره تانية بتقول ان الفكره دي غلط، يبقى الفكره دي بتريفيوت الفكره دي. اوكي، كلمه شفت على النت قبل كده حد قال لما شوفوها على طول غلط، وده طبعا مش مظبوط. تعال بص هنا يا سيدي المعلمين، يبقى انا عندي اول تو باراجرافس عمالين يدوني ويك كونكلوجن، بيدوني ايه؟ هايبوثيسز، فكره ملهاش اي دليل، عباره عن ويك كونكلوجن. من الباراجراف الثالث قال لك لا الفكره دي كلها غلط. اوكي، طيب يبقى الانسر ايه عندي؟ مش مظبوطه. اللي بيقول لي the first two paragraphs introduce the author's position. اولا هو مش بيدي position بتاع الاوثر. اوكي، and the rest of the passage supports it. ايه ده، بقيه الباسج كانت بتسبورت اول تو paragraphs، ولا بقيه الباسج قالت ان ديت weak conclusion؟ قالت ان هي ويك كونكلوجن، قالت ان هي فكره ضعيفه، فكره مش مظبوطه، وقعد بعد كده يبين هي ليه فكره مش مظبوطه، صح؟ يبقى الانسر ايه؟ بلح. جميل؟ طيب بي قال لك the first two paragraphs give background information that supports contradictory. سيبك من contradict تماما في اي اجابه. عمر ما في كاتب بيعمل contradiction. ممكن كاتب يعمل refutation، يعني يعمل فكره ويجيب لك فكره تقول ان الفكره دي غلط، دي اسمها ريفيوتيشن. لكن كونترادكتور يا اولاد يعني الرايتر نفسه بيقول كلام ويرجع يكونترادكت الكلام ده، فدي مش موجوده في اي باسج، فعشان كده الكونترادكشن ابعد عنه تماما. سي يو دي قال لك the first two paragraphs present a hypothesis. فعلا صح، اول two paragraphs كان بيدوا ايه؟ بيدوا idea، كان عملوا supposition انها صحيحه، لكن هي مش صحيحه. اوكي، فهي hypothesis. حلو قوي. The first two paragraphs present a hypothesis followed by supporting details. لا، ما هو دي كانت اول two paragraphs كانت بتدي hypothesis، في الباراجراف الثالث قال لك ان دي ايه؟ ان دي weak idea، weak conclusion، فما عملهاش support. اوكي، طب ايه يا مستر الانسر دي ديت؟ اقرا كده.
قال لك the first two paragraphs introduce a premise، ادوا فكرة. اوكي البريمس دي followed by a rebuttal. يعني ايه rebuttal يا اولاد؟ حد ترجم كده معنى كلمة rebuttal؟ rebuttal معناها refutation، معناها refute، نفس المعنى بالظبط. يبقى and بتاع ده a premise followed by كان يبقى a refutation and the supporting details in the rest of the passage. يبقى هو قال ان في الاول تو باراجرافس ان دي hypothesis وان الفكره دي مش مظبوطه، جه بعد كده بدايه من الباراجراف الثالث اعمل ايه؟ عمل refutation. فبالتالي هي معنى كلمه refute يعني معنى كلمه ايه؟ a refutal and the supporting details. فالانسر الصح هي number B. occasion lose lose. في مش سؤال بس ثاني أكثر، لسه اتنين يا ولا، بيقول لك the purpose of the graphic with respect to the passage. خلي بالك هو عايز الهدف من الجرافيك في with the respect to، respect to يعني فيما يتعلق به، فيما يتعلق بايه؟ the passage. يعني ما تحاولش برضو تسرح بعيد عن موضوع الباسج. اوكي لما بصيت للجرافيك لقيت ان هو جايب لي ايه؟ اللي هو الاحجار اللي هو الفلينتس. فبيقول لك باليوليثيك امبلمنتس اللي هي الادوات الباليوليثيك اوف ذا كوات مش عارف ايه كده بيريود في الفتره ديت. يعني السورس كينج اند بتنجندا اللي هم كتبوا الباسج. طيب بالراحه كده، هل الصوره دي مبينه لك مع الباسج ان هو بيسبورت ذا نوشن اوف، نوشن يا اولاد يعني ايديا، ذا نوشن اوف انشنت ايجيبشن بلانتس بينج شو كيست ان ا بريتش ميوزيوم؟ هل ده باين لك في الصوره وهل ده ظهر لك في الباسج؟ لا لو لا اخطرها طب ممكن بالراحه كده تشوف لي ايه او بي او سي. ثاني دي معلش خمس بي بتقول ان الصوره دي اللي احنا شفناها دي دي بتسبورت ذا نوشن اوف، بتسبورت الفكره اللي بتقول ان ancient Egyptian flints ان الادوات اللي من الحجر الصوان بتاعت مصر القديمه being showcased معروضه in a British museum في متحف بريطاني او في المتحف البريطاني. هل سواء المسج اللي احنا قريناه من خلال الاسئله يعني والصوره بتبين ان الحاجات دي موجوده في المتحف البريطاني؟ يعني في حاجات هنا بتقول كده ان هم موجودين لا في المتحف البريطاني، لا المستوى يبقى بالتالي لا الانسر دي بتهجص بتقول لي اي بتنجان. طيب هل الباسج دي، سوري مش الباسج، الصوره دي بتديس ابروف ذا اكزيستنس اوف لينكس ان ذا تيبان هيلز؟ يعني هل هي بتنفي ان في حاجه اسمها فلينتس موجوده اصلا في تيبان لا هيلز اللي هي الوادي بتاع طيبه؟ لا 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 ده هو جايب لي صورهم اصلا. يعني ده جايب لي صورهم عشان تديس ابروف ان هم موجودين؟ ازاي ده بالعقل كده بمخك اللي عامل زي القلقاسه؟ يبقى سي بلح. عندك بقى يا فندم ايه وبي؟ بي فيها كونترادكت فهتكون ايه؟ ايه ايه يا ما مستر؟ ينفعش ايه؟ رايتر يجيب حاجات تعمل كونتراديكشن، ما ينفعش. اوكي طبيب، هل هي بتدي ايفيدنس ذات كونتراديكتس the information presented on the flints of the Theban Hills؟ بالعكس ده هو جايب لك الادوات اهي بتاعت الفلنتس اهي، ودي مش بتكونتراديكت اي حاجه، ده اهو ده الادوات اهي. امال هو بيعمل ايه؟ ولا حاجه، ده هو بيبروفايد illustrative evidence دليل واضح of the flints found in Theban او Theban اللي هي الطيبه يعني Theban Hills. فالانسر ايه؟ شايفين باسج دمها تقيله مداني طولت مع الباسج دي. خلي بالكم يا ولاد ارجع وافكركم تاني ان باسجز الريدنج ما هياش بالصعوبه دي او بالبواخه دي. انا الباسج دي راكنها كده على جنب وقلت لكم حتى حلوها امبارح وتعالوا نتكلم فيها النهارده. باسج دمها تقيل اوكي، لكن في الامتحان ده لو جيت للباسج اللي قبليها او اللي بعديها هتلاقيهم جمال قوي. يعني مثلا لو تفتكروا مثلا كان في مستر الباسج اللي قبليها قول يا قلب المستر، هو كونتراديكت دايما غلط حتى لو جت في اي حاجة. ايوه الرايت، لا انا بتكلم هنا على الريدنج اوكي. انا الرايتر قصدي في الريدينج. عمره ما يكتب، اه طبعا الرايتر عمره ما يكتب تو باراجرافس فيما بينهم طب لو جت لي كونتراديكشن. في فوكابلري لا ده يعني فوكاب عادي، ده فوكاب مستر، يا طب اللي هو
دبل باسج دي ممكن يكون بيقول لي مثلا باسج 2 كونتراديكت باسج 1، غلط لا برضو. غلط، فيش باسج بتكونتراديكت الثانيه، ممكن الباسج بتعارض الثانيه، تعملها ريفيوت مش كونتراديكت. كونتراديكت ده يا حبيبي يعني تناقض، والكونتراديكت ده بيحصل عند نفس الشخص. الكونتراديكشن ما بيحصلش ما بين شخصين، انا ممكن اعمل ايديا وانت تعمل ايديا هي كونتراستد تو ماي ايديا، هي بتريفيوت الايديا بتاعتك، لكن مش كونتراديكت. كونتراديكت ده يعني تناقض، وده مش موجود في الليتريتشر ابدا، ولا مكتوب حتى في اي باسج مكتوبه في اي فكره عند رايتر بيكتب مقاله، عمره ما يعمل كونتراديكشن لنفسه. فريح دماغك، اوكي؟ الكونتراديكشن موجود بس مش موجود عندنا في الامتحان. دي يا اولاد الباسج اللي هي الثانيه، مش كده؟ هي دي الباسج اللي احنا كانت بقى بقيالنا من امبارح. يا مستر، خلي بالكم الباسج دي برضو انا جايبها امبارح ليه؟ انا جايب امبارح 3 باسجات مش فيهم افكار، يعني فيهم حتت كده مش مألوفة، يا مستر في سؤال لكن في سيبناه في باسجز الباسج، كتير. في قول يا كويستشن قلبي. نمبر 1، في سؤال سيبناه في الباسج اللي فات. استاذ 11 كان 11 اهم ماز درس، ايه؟ اهم درس يا اولاد نتعلمه النهارده هو ايه؟ انك ما تنساش السؤال الاولاني. خلاص؟ ده درس النهارده، عشان انا بنساه، انا بحاول اتعالج، انا باخد برشام في الموضوع ده، مش جايب معايا نتيجة. فيا اولاد اوعوا تعملوا زي المستر. ها ايه بقى الايديا؟ خلي بالك اي وبي وسي وفي دي الناحيه الثانيه. اوعى وانت بتجيب المين ايديا تتكلم عن حاجه هي اتقالت في الباسج بس مش هي المين ايديا بتاعتها. يبقى ركز، عشان هو ممكن يحط لك السم في العسل، يجيب لك انسر فيها كلام انت شفته بعينك في الباسج فعلا صحيح، بس ده مش موضوع الباسج، دي حاجه معلومه اتقالت في الباسج. هل فخليك ينفع ايه، اشوفها فطر. انصر دي؟ عايز تشوف دي؟ عندي في عيوني كويز. عيوني اهي يا قلبي اهي. اتكلم طالما عايز المين ايديا بتاعت الباسج، لو سمحت اتكلم بشكل عام، كلامك يبقى جنرال عن الباسج كلها مش عن معلومة في الباسج. اجابه يا مستر ولا ايه يا استنى؟ مستر؟ ارزع. ها اللي عنده إجابة يقول بي 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 سي بي بي. يا في مستر، اتنين قالوا بي، في اتنين بي قالوا سي، وده قال بي، في اتنين بي قالوا بي. سي. بي يا مستر. بي يا مستر، بي يا مستر. هلا مين الجرمية اللي قالوا سي؟ بي بي بي. سر، معلش، هو هنشوف. ريفيوت معناه ايه تاني؟ ريفيوت معناها ان في فكره وجت فكره تانية تعمل لها ريفيوت، تلغيها، تقول لك الفكره دي غلط مش مظبوطه. طيب هل الباسج دي يا اولاد موضوعها بالكامل انها بتجيب ديتيلز اوف ذا تايبس اوف بلانتس فروم انشنت ايجيبت؟ يعني هي كانت بتتكلم عن انواع البلانتس في انشنت ايجيبت، في بلانتس كذا، هل ده كان موضوعها؟ وارد ان الباسج في جزء احنا ما قريناهوش جت اتكلمت عن انواع البلانتس، لكن هل ده موضوع الباسج؟ لا مش موضوع الباسج. حلو، يبقى التايبس اوف بلانتس جايز، دي معلومه اتقالت لكن مش موضوع الباسج. تمام. طيب ايه الانسر بي ديت؟ الانسر بي يا فندم بتقول هل الباسج كانت بتبريزنت ذا هيستوري اوف ذا انشنت ايجيبشن بلانت based on a refutation. طب تعالى ناخدها واحده واحده. هل الباسج اصلا كانت بتتكلم على the history of the ancient Egyptian لحد الحته دي؟ هل الباسج كان بتتكلم عنها؟ اه يا مستر كان بتتكلم عنها، ما في البليرب اهو يا حبيبي بيقول لك اصلا الموضوع هو history of Egypt وكذا 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 and كذا. حلو؟ قال لك in the light of the recent discovery، وقال لك هنا ايه؟ the flange، يعني بيتكلم على ايه؟ The flints of the اللي هو الباليوليثيك دايز. يبقى اذا الانسر كلها لحد هنا مظبوطه، بس ناقص حته. هل كان بيتكلم عن الموضوع ده based on a refutation؟ يعني هل لما اتكلم في المقاله عمل refutation؟ يا اه يا لا. ها. عمري عمل refutation طبعا، لان جه ان هو في اول تو باراجرافس قال فكره، وجه في الباراجراف الثالث
قال لك this is certainly a very weak conclusion. دي conclusion ايه؟ مش مظبوطه. ايه دليل على انك مش مظبوطه؟ دب 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 قاعد يديك دليل على ان الكلام اللي في اول الباسج ده ايه؟ مش مظبوط، صح؟ هايل. يبقى لحد كده الانسر بي حلوه ولذيذه، مع ان ممكن نشوف كده ناس لذيذه كده تخش تعمل شورتس وتعمل ريلز على الفيسبوك تقول لك اي انسر فيها كلمه ريفيوتيشن استبعدها، صح؟ الانسر سي قال لك introduce a premise. اوكي، مش مانع. The transformation of the desert، لا هو يمكن جاب سيره ان في اللي هو البلاتو فورستس ان حصل لها ترانسفورميشن لديزرت، قال لها كده في معلومه، وان الناس سابت الانتس وراها ومش عارف، معلومه اتقالت. لكن هل ده كان موضوع الباسج بتاعتنا؟ لا طبعا اتقالت دي، بس معلومه كان بيتكلم بيقول حاجه يعني. اوكي، طب الانسر دي ريفيوت ايه؟ ريفيوت ايه؟ ايوه، بس كان بريفيوت ايه؟ هل كان بريفيوت the transformation of the first forest to a desert in Egypt؟ هل ده موضوعه؟ قال لك لا، ايه ده؟ ان الفورست بقت ديزرت في مصر، ده كلام غلط وعمل لها ريفيوت؟ بالعكس، ده هو كان بيسبورت ده. ده هو اصلا بيقول لك ان نهر النيل كان واصل لحد مش عارف فين، والميه كانت ايه، والغابات كانت عامله ازاي، وبعد كده اتحولت لصحراء. يبقى هو مش كان بريفيوت ده، هو كان بريفيوت ايدياز ليها علاقه بالفلنتس في انشنت ايجيبت. الايديا دي اتقالت وهو عمل ريفيوت للايديا دي. اوكي، يبقى الانسر الصح هي ايه يا اولاد؟ الانسر الصح هي الانسر بي. لوز اللوز، ارجع واقول تاني ان المسج بتاعتنا مش بالصعوبه دي. امين. بس هو كان امتحان كده غيتت يعني.